كما أن الادعاء العام لم يتطرق إلى أن لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة الحق الدستوري والقانوني في تشكيل المحاكم واللجان التحقيقية والأمر لأي جهة عسكرية أو مدنية للقيام بأي عمل يدخل ضمن اختصاصها وهو ليس مسؤولا عما يجري في اللجان التحقيقية، وإنما اللجان عليها أن تتقيد بالقوانين النافذة، وأن أي صلاحية استخدمها رئيس الجمهورية بصفته الدستورية والوظيفية وليس بصفته الشخصية، فكيف ولماذا يحاكم اليوم بصفته الشخصية؟ ثالثا، تنص المادة 19 رابعا فقرها له الحق في طلب شهود الدفاع وشهود الإثبات ومناقشتهم وفي تقديم أي دليل يعزز دفاعه وفقا للقانون. وقد تقدمنا وفقا لهذه المادة بعشرات الطلبات لإعادة شهود ومناقشتهم ضمانا لحقوق موكلينا وصولا للعدالة، وخاصة في الجلسات التي لم نحضرها ولأسباب قانونية أو موكلية، ودون أن تلقى طلباتنا هذه الاستجابة. دقيقة، أين هذه الطلبات؟ وين أي طلب منكم؟ هسه المحكمة يعني كلفتكم عدة مرات. أنتم بموجب القانون، بموجب البند 2 من الفقرة جيم أولا من القاعدة 41، المفروض تقدمون أسماء شهود الدفاع خلال 15 يوم من قبل يعني من بدء جلسات المحاكمة. نعم. أنتم لحد الآن ما مقدمي وزبوها على رأس المحكمة. لا لا، وين طلباتكم؟ شهود الإثبات. اثبت لي طلبات، طلب شهود. بأسماء الشهود، قدم لي قائمة بأسماء الشهود وأثبت لي التاريخ. شهود الإثبات مو شهود الدفاع، شهود الإثبات. لا بالنسبة لكم المهم، لا يعني أنتم لحد الآن ما مقدم الشهود. نحن مقدمين قبل 10 أيام للجانب الأمريكي. وين المن مقدمي؟ المن غير للمحكمة؟ استاذ اللي طلبتها بطلبي هذا شهود الاثبات وليس شهود الدفاع.